صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه: ماذا نفعل في زمن غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه؟ قال: إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد، اللهم صل على هذا الحديث. ورد في كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني أعلى الله مقامه في حديث طويل عن الإمام الصادق عليه السلام، يتحدث فيه عن ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، ثم غيبته، وماذا يفعل الإنسان المؤمن في ذلك الزمان، أي زمان الغيبة. نتبرك ونتيمن بذكر هذا الحديث عند حديثنا عن الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة. ونقدم لذلك ببعض المقدمات، منها أن مرتبة معرفة الله عز وجل ومرتبة معرفة النبي ومرتبة معرفة الإمام تتقدم بشكل رتبي وتتقدم أهمية على سائر القضايا. يعني مثلا تفسير القرآن أمر مهم، تعلم المسائل الشرعية أمر مهم، لأنه يتوقف عليها صحة العبادة، وتلك يتوقف عليها معرفة مرادات الآيات القرآنية الكريمة. لكنها من حيث رتبتها وأهميتها لا ترقى إلى مرتبة معرفة الإمام ولا معرفة النبي، فضلا عن معرفة الله عز وجل، لأن تلك مرتبتها مرتبة الأصول، خريطة الطريق، البوصلة، وهذه مرتبتها مرتبة الفروع
وتفاصيل المعرفة. لو فرضنا أن إنسانا لم يعرف الله أو عرفه بشكل ناقص، لا ينفعه كثيرا أن يتعلم مسألة شرعية، ولو تعلم تفسير القرآن أو تجويد القرآن ولكنه لم يتعرف على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإن هذا لن يكون نافعا له أو شافعا له. وهكذا الحال في عقيدتنا الإمامية، معرفة الإمام عليه السلام. ضمن هذا الإطار وجدنا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله عن قضايا معرفة الإمامة بلغت عددا كبيرا جدا عند الإمامية، وبلغت حدا معقولا يشكل دليلا علميا عند غير الإمامية لمن تدبر وتأمل. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي واحدة من هذه القضايا. أصل القضية المهدوية ووجود مخلص إلهي يأتي في الزمن الأخير لكي يغير وضع العالم ويقيم العدل ويرفع الظلم ويطهر الأرض، هذا أمر تتفق عليه الديانات السماوية، وإن اختلفت أسماء المخلصين فيها. أصل القضية وجود المخلص الإلهي الذي يكون دوره هذا الدور، هو أمر مشترك ومتفق عليه بين جميع الديانات. في الحالة الإسلامية أصل القضية المهدوية أن هذا المخلص الإلهي اسمه المهدي، وأنه من ذرية النبي محمد. هذا أيضا أمر من الأمور المتفق عليها بين المسلمين، إلا من شذ منهم ولا يعبأ به لخرقه للإجماع، بل لمخالفته صريح الروايات الكثيرة. أحدهم كتب كتابا قبل مدة من الزمان: بعد النبي خير البشر لا مهدي ينتظر، فاستقبل بالاستهجان من المدرسة السلفية التي ينتمي إليها بحسب الفرض هذا المؤلف قبل سائر المسلمين. لماذا؟ لأن الروايات التي تتحدث عن أن القضية المهدوية قضية إسلامية، وأن الروايات الموجودة فيها روايات صحيحة صححها كبار أئمتهم السابقين واللاحقين، أصل القضية أتحدث. فإذا جاء أحد وقال لا مهدي ينتظر، يكون خرقا للإجماع ودفعا للأحاديث الكثيرة ولا يعبأ به. نعم، هناك خلاف بين فريق من أتباع مدرسة الخلافة وبين الإمامية في أن الإمام المهدي الموعود الذي هو من ذرية النبي، والذي يهيئ الأرض ويبسط فيها العدل ويدفع عنها الظلم والفساد، هل أنه ولد في الزمن السابق أو قبل ظهوره بمدة كافية يولد؟ هذا محل الخلاف هنا.
ويظهر أن أول من شكك في الولادة، في ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حسب ما يظهر كان ابن حزم الظاهري، محمد ابن علي ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 456 هجرية، يعني بعد قريب من 200 سنة، قرنين من الزمان من الولادة الفعلية للإمام بحسب رأي الشيعة. طول هذه المدة لم يوجد هناك من يشكك في هذا الأمر، بل كان يتعامل المؤلفون قبل ابن حزم وبعد ابن حزم على أن القضية ثابتة، وكثير منهم ألفوا مطالب السؤول والبيان لمحمد بن طلحة الشافعي وللكنجي الشافعي والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، على اختلاف فتراتهم الزمنية يصرحون أن الحسن العسكري ولد له ولد يقال له محمد ويلقب بالمهدي، وهو الذي وردت في حقه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إجا ابن حزم الظاهري اللي ينسب أحيانا يقال اليزيدي أو الأموي، نظرا لأن جده الأعلى كان من موالي يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، يزيد المعروف كان عنده موالي وغلمان. الجد الأعلى اللطيف هم اسمه يزيد، لهذا الرجل العالم الذي يتبع مدرسة الخلافة واللي أسس مذهب باسم مذهب الظاهرية، طيب، وكان أيضا مرفوض من قبل الحالة غير الشيعية العامة. هذا جده الأعلى اسمه يزيد، وهو أيضا من موالي يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان قاتل الحسين، وهو أول من أسلم من هذه الذرية. وإذا كان اللي جابه على الإسلام يزيد بن معاوية فالحساب عندك. على أي حال، فيظهر أول من شكك، ذكر في كتابه الأهواء والملل والنحل بأن الإمامية طائفة تذهب، ضمن حديث عنها الإمامية تذهب طائفة تذهب إلى أن محمد المهدي ابن الحسن العسكري الذي هو يقول الذي لم يولد قط، يقولون إنه ولد للحسن العسكري وهو المهدي عندهم. طيب، في الفترات الأقوى بعده لاكها من لاكها وتحدث فيها من كان لا يريد أن يتورط في مشكلة عقدية، إذا قال أن محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري فمعنى ذلك أن هذه لها متواليات، فرؤية أن هذه أفضل طريقة للخروج عن هذا المسار، واحد يفتك من الموضوع. أكو روايات صريحة في قضية المهدي عن النبي مصححة عندهم، بس كيف يمكن الخروج من المأزق العقائدي؟ لابد أن ننفي ولادته ونقول واحد آخر، لأنه إذا قلنا مولود والنبي تحدث عنه وهذا هو الذي يجب أن يتبع ويؤمن به، إذن لابد أن واحد يلتزم بمنهج أهل البيت وهم لا يريدون ذلك. في الفترة الأخيرة أحد الدعاة من مدرسة الخلافة والصحابة زاد في الطين بلة، وقال في جريدة المدينة بأن الذي دفع الشيعة إلى الإيمان بالمهدي عنصران عاملان. العامل الأول
أن الشيعة كانوا يعيشون الحرمان السياسي في أغلب فتراتهم، وأئمتهم عزلوا عن إدارة الحياة، فهذا الأمر أثر فيهم نفسيا وجعلهم يتطلعون إلى مخلص ومنقذ يغير هذه الأوضاع، فكانت فكرة المهدي أحسن طريق. هذا السبب الأول، يعني قضية المهدي عند الشيعة كما يقول هذا الرجل الداعية هي ناشئة عن حاجة نفسية ناتجة عن الحرمان، ناتجة عن العزلة السياسية، فأرادوا أن ينشئوا لهم شيئا يوجدون فيه عزاء لأنفسهم. هذا واحد. والثاني أن قسم من الناس يرغبون في التغيير الكلي الفوري، ولذا ما يشتغلون على السنن الطبيعية العادية، يريدون واحد يجي يضغط الزر هالشكل ينقلب الوضع كله. فرغبة هؤلاء في التغيير الكلي والفوري جعلتهم يؤمنون بفكرة المهدي. خلينا نوقف وقفة هنا قليلة ثم ننتقل إلى قسم آخر من الحديث بعد الصلاة على محمد. أما القسم الأول، إذا كان نشوء العقائد هو نتيجة لحالات نفسية عند البشر، فهذا ننقله إلى موضوع الإيمان بالله، ويصير عندنا مشكلة مع الماديين والماركسيين. الماديون والماركسيون ماذا يقولون؟ يقولون البشر إيمانهم بالله إيمان قائم على خيال. ذول شافوا في الطبيعة أكو قوة ضخمة، زلازل، براكين، عواصف، سيول، مشاكل، ولم يعرفوا تفسيرها العلمي. صار عندهم حالة خوف، حالة الخوف هذه دفعتهم إلى أن يؤمنوا بوجود قوة خارقة غير مرئية اللي سموها الله، وإلا الله ما موجود. الله عند هؤلاء الماديين غير موجود، ولكن خلقته حاجة الناس المادية للاحتماء بهذه المظاهر الطبيعية الخارقة اللي ما يتمكنون من مواجهتها ولا يعرفون تفسيرها العلمي، فخلقوا لهم شيئا يلجؤون إليه وهو سموه الله، ولكن الله ماكو. زين، فإذا الإيمان بالله حاجة نفسية خلقها الخوف من ظواهر الطبيعة، وإلا ماكو شيء باسم الله. هذا كلام زين. أنت إذا تعتقد بأن الماديين خاطئون وأن الإيمان بالله حاجة فطرية موجودة في داخل أعماق الإنسان لا يستطيع التنكر إليها وقامت عليها الأدلة والبراهين، فمثل ما تقول هناك يقال الحاجة النفسية ممكن تخلق فكرة أو عقيدة إلى شخص أو شخصين، أما أن تتحول إلى مسار كل المسلمين، كل المسيحيين، كل اليهود، كل المؤمنين بالله، هذول خافوا من قضايا الطبيعة فخلقوا إليهم الله، هذا شيء غير معقول. كل شيعة أهل البيت في أدوار التاريخ، فيهم العباقرة، فيهم العلماء، فيهم الفقهاء، فيهم المدققين، أعظم فلاسفة الإسلام هم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذول كلهم بالإضافة إلى من وراءهم
من ملايين الناس في كل التاريخ صار عندهم إحباط سياسي وحرمان سياسي فخلقوا إليهم قضية المهدي. ما واحد منهم وقف تساءل تحدث، ماكو فيلسوف منهم قال أنا ما أمشي هالشكل، طرح التساؤل من جديد. فهذا الكلام أن الإيمان بقضية الإمام المهدي ناشئ عن حاجة نفسية ناتجة من الإحباط السياسي، زين الآن الشيعة ما عندهم إحباط سياسي، الآن هم حاكمون في أكثر من مكان، ليش متمسكين أكثر بقضية الإمام المهدي؟ في فترات تاريخية كانوا حاكمين أيام الصفويين، كم من السنوات؟ مئات السنوات. تحدثنا في بعض السنوات عن دول الشيعة في التاريخ، حتى في نجد كان هناك دولة شيعية، طيب في الشام دولة شيعية، في طرابلس دولة شيعية، في لبنان دولة شيعية. هذول كانوا حاكمين في فترات وبعضها طال زمانها. في المدينة تحدثنا عن دولة شيعية قبل عدة ليال، زين هذول وين الإحباط السياسي اللي عندهم؟ وين الحرمان السياسي؟ كانوا حاكمين وإلى الآن، الآن حكومات شيعية قائمة، ليش زاد تمسكهم بقضية الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه؟ هذا واحد. والأمر الثاني أن كلام عن أن الشيعة يرغبون في التغيير الكلي الفوري ولا يتبعون السنن الطبيعية، يريدون زر يتغير العالم، هذا أيضا فيه مجافات للواقع غير صحيح. الذين يتحدثون عن النهضة المهدوية والحركة المهدوية يتحدثون عن عمل جاد، عن حركة طويلة، عن أن الخير لا ينتشر إلا من حيث انتشر الشر، عن أن الأرض كما ملئت، كما فيها إشارة إلى الطريقة بناء على أحد التفاسير، بنفس الطريقة التي ملئت ظلما وجورا سوف تملأ عدلا وقسطا. إذا أكو طواغيت ملأوا الأرض، أكو كلا عدول يملؤون الأرض عدلا وقسطا. إذا أكو إعلام ملأ الأرض فسادا، راح يصير هناك إعلام أقوى منه يملأ الأرض فضيلة. إذا كان أكو تحرك عسكري ملأ الأرض ذلة، أكو هناك تحرك عسكري يقمع الطغاة والطغيان ويبدلهم بحكومات رفيقة بشعبها وحنونة على أمتها. نفس الطريقة اللي سلكها الشر والفساد والطغيان ستسلك من قبل الخير وأهل الخير. وذلك أكو خريطة، راجعوا كتاب تاريخ ما بعد الظهور للمرحوم الشهيد سيد محمد محمد الصدر صاحب الموسوعة، موسوعة الإمام المهدي، 4 مجلدات، تاريخ ما بعد الظهور، تشوف تفاصيل كثيرة في الحركة المهدوية، حروب عسكرية، نشاطات، استخدام للتقنية والتكنولوجيا والعلم الموجود، بل يأتي الإمام المهدي بعلوم وتكنولوجيا غير معروفة للبشر يستخدمها في حركته. شنو قضية تغيير كلي وفوري وبضغطة زر؟ ما حد يقول هذا الكلام أبدا. طيب راجعوا كتاب الحضارة في عهد الإمام المهدي للعلامة سيد عباس المدرسي، أيضا فيه توضيح لهذه القضايا الحضارية. زين، فإذا لا أحد يقول من شيعة أهل البيت عليهم السلام بأن حركة الإمام المهدي هي حركة تغيير كلي فوري، وإنما هي أخذ بالأسباب الطبيعية، ودائرة الغيب فيها هي القليل الذي لا يستغنى عنه، وإلا الحالة العادية هي حالة طبيعية من الإدارة المتقدمة ومن إدارة الصراع بأليب متطورة ومتقدمة، هو اللي يخلي نعم الحالات اللي ينتظرها البشر والتأييد اللي سيلقى تساعد هذه المهمة وتسرعها، إضافة إلى التأييد الإلهي.
فإذا هذا الكلام من أن الشيعة عقيدة المهدي عندهم وولادة المهدي عندهم ناشئة من الحرمان السياسي أو رغبة في التغيير الفوري، هذا كلام لا يشتمل على قاعدة علمية أبداً. بالعكس شيعة أهل البيت يجون يقدمون إلى الناس مناهج، تعال أنت ما هو منهجك في التعرف على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ أنت من أهل الروايات؟ مسلكك مسلك خبري؟ المفروض أن التوجه السلفي والحنبلي مسلكه مسلك خبري. زين هاي الأخبار الكثيرة المتضافرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله في أصل القضية، واللي بملازمة فيها إذا واحد يتأمل لازم يوصل إلى ولادته. مثال على ذلك، ما عندنا وقت حتى نفصل في هذا الأمر، مثال على ذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم أو تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذا ما تفترض ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه وبقائه إلى الآن لا بد أن كذب هذا الحديث، صار افتراء. إذا فرضنا أنه الإمام الثاني عشر لم يولد، زين ماكو تسلسل، فيبقى فترة فاصلة من فلان وقت إلى ما شاء الله، افترق الكتاب عن الإمام والعترة. النبي يقول لن يفترق، نصدق هذا لو ذاك؟ حديث الأئمة من بعدي 12 أو الخلفاء من بعدي 12 كلهم من قريش، واللي هذا موجود في كتب مدرسة الخلافة، لا يمكن تصور انطباق صحيح عليه إلا بأن يلتزم بوجود الإمام المهدي وولادته وبقائه. زين انت اذا مسلكت مسلك خبري هاي الاخبار الموجودة عندك ماذا تصنع بها؟ انت لابد ان يأخذ الخبر بعنقك اذا مسلكت مسلك خبري. طيب لا تقول انا مو مسلكي مسلك خبري، هاي قضية تاريخية، قضية تاريخية، وهي ان فلان هل ولد له ولد او لا. نجيب هنا طريقة أخرى أشار إليها أحد علمائنا الأفاضل الشيخ محمد باقر الإيرواني حفظه الله، تلميذ من تلامذة الشهيد الصدر. شهيد الصدر عنده نظرية تسمى حساب الاحتمالات وتجميع القرائن، هذه يتحدث عنها في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، ويتحدث عنها في بحثه في الأصول. هذا العالم تلميذه نقل هذه النظرية إلى بحث قضية الإمام المهدي، عنده كتاب ولو هو صغير الحجم بس جميل، أنا أنصح الشباب بقراءته، اسمه الإمام المهدي بين التواتر وحساب الاحتمالات. حاصل هذا أن أشرح بشكل مختصر، يقول الآن القضايا تاريخية إذا أردنا أن نثبتها شلون؟ افترض مثلا قضية أن فلان كان مريضا فشفي من مرضه، يجينا واحد من الناس يقول لنا ترى فلان شفي من المرض الحمد لله، هذا يعطينا قناعة في أنفسنا مثلا بمقدار 30%، بعد 70% إلى الآن ما متأكدين. فإذا شفنا جماعة آخرين رايحين إلى بيتهم في وقت آخر، سألناهم على وش رايحين؟ عزيمة عنده؟ لا، رايحين نهنيه بشفائه من المرض. هذا الخبر اللي يعطونا وياه يزيد نسبة الاحتمال في الصحة ويقلل نسبة احتمال شنو؟ الخطأ، صار عندنا مثلا 50%.
يوم ثالث شفناه طالع بالسيارة يسوق، وهو عادة مرضه ما يخليه يطلع، مجرد أن نشوفه قاعد يسوق هذا رح يصعد عندنا نسبة الاحتمال في صحة شفائه ويقلل نسبة التشكيك. إذا حالة رابعة شفناه مثلا كم من يوم ما يستخدم الدواء، هو الساعة 1 الظهر لازم ياخذ 3-4 أدوية، شفناه يوم يومين ما أخذ الدواء، ما قال لنا إلى الآن ترى أنا شفيتها، بس رأيناه لا يأخذ الدواء، تنضم هالقرينة إلى سائر القرائن، رح يصير عندنا 80% متأكدين من شفاء، تيجي قرينة خامسة تسويه 100%. يقول البحث التاريخي هو هذا. الآن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أول شيء عندنا روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله، روايات كثيرة جدا تتحدث عن الإمام المهدي وأنه من ولد الحسين ومن قريش، يمكن تقول واحد مو عدل، واحد نشكك في روايته، واحد مو واضح، بس في الجملة تصنع إلينا 30% احتمال، ما نصدقها كلها 30%. إجينا شفنا عندنا حوالي 200 حديث في كتاب الكافي عن سائر الأئمة يتحدثون مثل هذا الحديث اللي علمنا أنه أولا المهدي موجود، ثانيا مولود، ثالثا رح يغيب، رابعا أن على الإنسان المسلم أن في ذلك الزمان يدعو بهذا الدعاء. فمجموع هالأحاديث 200 حديث على الأقل بتخلي إلينا فد احتمال 20% 30% إضافي، صار عندنا 60% احتمال الصحة. إجينا قرأنا تاريخ الطبري وشفنا فيه أنه مثلا الأيام العباسيين كانوا يترقبون ظهور المهدي، ولذلك عينوا مراقبين، ولذلك ما أدري فتشوا بيت الإمام، ولذلك كذا. زين، هذه تضيف إلينا، للآن ما حد قال لنا ولد، ولكن هذا يضيف لنا ماذا؟ يضيف لنا احتمالات جديدة ويقلل نسبة الشك. إذا شفنا أن الإمام العسكري عليه السلام أطعم ووزع الطعام وشوف إلى 40 واحد من أصحابه الخلاص، وشافوه ناس ودعوا ودعا لهم وعين سفراء، والناس شافوا توقيعاته وجت أسئلة وأجوبة من عنده منسجمة مع خط الإمامة ولا تصدر إلا من معدن الإمامة، هاي القرينة بالإضافة إلى القرائن السابقة تشكل عندنا شنو؟ تشكل عندنا يقين بأن الإمام المهدي عجل الله فرجه قد ولد بالفعل. هذا منهج اللي ما يقبل مثلا الأخبار أو غير ذلك. فإحنا عندما نرى مثل هذه الأمور، هذا منهج علمي استقرائي ما إله ربط بالقضية الدينية، استخدمونه في المنطق طيب، ولكن أنت إذا تصدق بالأخبار كان به، ما تصدق بالأخبار نجيب لك منهج منطقي علمي استقرائي ونطبقه على القضية المهدوية. يبقى موضوع الانتظار. البعض يتحدث في موضوع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أن الشيعة لأنهم ينتظرون مهدي آخر الزمان عطلوا الجهاد والحدود وصلوات الجمعة وما يسوون شيء، وإنما ينتظرون وعندهم أفضل الأعمال انتظار الفرج منتظرون. أنا أسأل هالسؤال، كل واحد منا الآن ومن غيرنا ينتظر غدا طلوع الشمس، ولكن هل يبقى هذه الليلة في الظلام لو يضيء أوضاعه ويرتب أموره؟ يتصرف على أساس أنه ولو باكر راح تطلع الشمس، ولكن الآن يضيء بيته يرتب أمره على أساس أنه لا بد أن يعيش هذه الليلة في الضياء وينجز مهامه. ما يقول أنا لأنه باكر راح تطلع الشمس فالآن أبات في الظلام ولا أنير شيئا. زين، هذه شيعة أهل البيت هكذا ينتظرون صحيح، بس في نفس الوقت هم في أوقاتهم العادية يمارسون حياتهم الطبيعية
يقومون بأعمالهم بالوجه الذي يستطيعونه ويتصرفون على هذا الأساس. لا صلاة الجمعة معطلة عندهم، صلاة الجمعة أمرها مرتبط برأي فقهي. في وقت من الأوقات كان في زمن من الأزمنة الرأي الشائع أنها مشترطة بحضور الإمام الحجة، في فترات أخرى لا، خصوصا في فترات اللي كان بيد الشيعة دولة، طيب كانت القضية لا أنها واجبة مثل صلاة الظهر، غاية الأمر أنها على سبيل التخيير. والآن بالذات في هذا الزمان اللي يقطع حجة المتحجج، الآن في هذا الزمان الرأي الشائع عند فقهاء الإمامية أن صلاة الجمعة واجب تخييري بينها وبين الظهر، والجمعة أفضل مجرد أن تتوفر شرائطها. الإمام العادل يعني إمام الجماعة العادل للإمام المعصوم، ووجود 5 أو 7 على الاختلاف، طيب وهذه هي الشروط الأساسية، وأن لا تكون جمعة قريبة منها بمقدار معين. فالرأي الشائع ما تعطلت الجمعة لأننا سينتظرون الإمام الحجة، وإنما لوجود رأي فقهي، فلما صار الرأي الفقهي هو الرأي الآخر، الناس الآن الحمد لله يصلون الجمعة، وما أكثر الجماعات في بلادي شيعة أهل البيت عليهم السلام. وينبغي الحث على هذا الأمر وتشجيعه لما للجمعة من أهمية. قضية الجهاد، أن هذول عطلوا الجهاد، آخر هذا واحد لازم يسكت، من اللي سوى الجهاد في الأمة في هذا الزمان وبيض وجوه المجاهدين في مواجهات أمام إسرائيل غير أولئك الذين كانوا يهجمون على العدو ويصرخون يا مهدي يا مهدي؟ من غير هؤلاء شيعة أهل البيت؟ الجهاد إذا إله وجه منير في هذا الزمان فإنما صنعه من يعتقد بالمهدي، ومن يعشق المهدي، ومن يرتبط بالمهدي، ومن يقرأ دعاء الندبة، ويقرأ دعاء العهد، ويقرأ سائر الأدعية التي توثق العلاقة بالإمام عجل الله تعالى فرجه. هذا اللي صنعه الجهاد، اللي صنعه الجهاد هذول أهل التفجيرات وأهل الإرهاب وأهل القتل. وين هذا الجهاد؟ قضية الحدود أيضا نفس الشيء، هذا على رأي فقهي يقول أن الحد الشرعي ينبغي أن ينفذه حاكم شرعي فقيه مبسوط اليد. في الأماكن اللي بسطت يد فقهاء أهل البيت فيها نفذوا الأحكام الشرعية والحدود بمقدار استطاعتهم وبحسب ما تقتضيه الأدلة، لم يتوقف شيء على من الواجبات من الأحكام من الحركة الاجتماعية من الحركة السياسية من الحركة الفكرية، كما يقول البعض من أنهم كأن الشيعة حاطينهم على خدهم بس هالشكل وقاعدين يطالعوا لا شغل ولا مشغل. لا عمي، الحمد لله ها هم يصنعون الدول، ها هم يقيمون الأعمال الجليلة، ها هم يجاهدون. ولم بالعكس، الانتظار هو الذي يصنع العمل. لذلك قيل أفضل أعمال أمة انتظار الفرج. الإنسان الراضي بالوضع الفاسد القائم لا ينتظر شيئا، هذا راضي به بعد وش ينتظر؟ هل الفساد الموجود، هل السوء الموجود، هل الطغيان الموجود في العالم، هل الفقر الموجود في العالم؟ قسم من الناس راضين به، منسجمون معه، ما عندهم فكرة أن يتغير ولا ينتظرون وضعا آخر. الذي ينتظر يعني هو الذي يعترض، هو الذي يرفض هذا الواقع الموجود، هو الذي يقول بالإمكان أبدع مما كان، يمكن للبشر أن ينتقلوا إلى مرحلة أفضل وإلى وضع أفضل، وعلى الناس أن يعملوا له وأن يكون لديهم أمل لا يصير عنده. بالعكس، الشيعة هم اللي قاوموا الإحباط، هم أهل الأمل. مهما اشتدت الأمور سوءا والمشاكل زادت عنفا،
عندهم أمل بأن الله سبحانه وتعالى لو لم يبق إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج المهدي من آل محمد. هنا مصنع الأمل، وهنا مصنع العمل، وهنا مصنع الرفض للأوضاع الفاسدة، وهنا عدم القبول بما يصوغه الظالمون والفاسدون والقوى الكبرى. ما نقبل بهذا، نحن ننتظر وضعا أفضل من ذلك يحققه مهدي آخر الزمان عجل الله تعالى فرجه وجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه. هذا ننتظر، هذا ونحسب الأيام، مو انتظار سلبي، وإنما نمارس أعمالنا نهيئ لذلك الظهور، نتحرك على طبق إرادته ورضاه، نعتقد أنه ناظر لنا، شاهد علينا، مراقب لنا، عند حضور في هذه المجتمعات. وهذا المعنى يخلي الإنسان يتحرك باتجاه الفضيلة والتقوى وإشاعة العدل والإنصاف. ننتظر ذلك اليوم الذي يقول عنه الإمام الباقر عليه السلام: كأني به، يعني قاعد أشوفه، قاعد أشوفه. الإمام الباقر وين؟ والإمام الحجة في زمان ولادته وين؟ وزمان ظهوره وين؟ 200 سنة تقريبا قبل ولادة الإمام الحجة الإمام الباقر يتحدث بهذا الكلام، قرنان من الزمان. يقول: كأني به قد وقف بين الركن والمقام، ينادي: أيها الناس، ألا إن جدي الحسين قد قتل مظلوما، ألا إن جدي الحسين قد سحقوه عدوانا. هذا نداءه الأول حتى يبين عمق الارتباط بين النهضة المهدوية وبين النهضة الحسينية على صاحبيهما آلاف تحية والسلام. عندما نقرأ دعاء الندبة الذي يشار إلى أنه مروي عن الإمام الحجة عجل الله فرجه، يقول: أين الحسن؟ وأين الحسين؟ وأين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح، وصادق بعد صادق، أين الخيرة وأبناء الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أبناء الحسين، سواء كان الأئمة المعصومين أو من كان على منهاجهم كعلي الأكبر شباب كربلاء سلام الله عليه، يسير مع أبيه الحسين في الطريق، فتهوم عين الحسين ويغفو بأبي وأمي، ثم يستيقظ وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يسأل علي الأكبر: أبا مما استرجعت؟ قال: عن لي فارس فقال لي: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. قال: أبا ولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد، إنا على الحق. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. خليجين الموت أو إحنا الروح إليه، إذا كنت تنتظر إمام زمانك عارفا، سواء جاءك الموت أو ذهبت إلى الموت، أدركت الظهور أو لم تدرك الظهور، فأنت في خير وإلى خير. إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. وبالفعل صدق قوله، صدق قوله فعله سلام الله عليه. لما صرع الأنصار جاء إلى أبيه الحسين سلام الله عليه،
واستأذن للقتال. أنا ما رأيت حقيقة في السيرة الحسينية مشهد مثل هذا المشهد اللي ينقلونه بين لقاء ووداع الإمام الحسين وعلي الأكبر. يقول أرباب السير: فنظر الحسين في وجه علي الأكبر، ما قال له روح، ذاك يقول له إذني في القتال، ما قال له روح، ولكن ظل ينظر إلى وجهه ثم سالت دموعه غزيرة على شفته. ما يتكلم الإمام الحسين: يا علي، يا أبا الحسن، يا علي الأكبر، لا تعذب والدك، يقدر يقول لك اذهب إلى الموت حتى يقطعوك بأسيافهم؟ ما يقدر يقول الحسين هذا. انت شايف، لعلك انا هم شايف، اذا واحد يريد ابنه يطلع الى الاغتراب للدراسة في الخارج، يظل هذا الولد ينظر الى ابنه زين، يودع، يدري رايح الى مكان مريح، يقدر يتصل فيه، رح يرجع بعد كم سنة سالم غانم متفوق، مع ذلك تسيل دموعه على خده. واما امه فشقت تتألم وتتأذى، تدري بعد اسبوع ثلاثة ايام تقدر تخاطبه وتشوف صورته، مع ذلك تبكي. هذا الحسين يدري ابنه رح يروح الان ورح يضربونه بالسيوف حتى يقطعوه إربا إربا. يقدر يقول له بوي اذهب إلى الموت؟ لم يقل له شيء، بل ظل ينظر إلى وجهه ويحدق في عينه، وسالت دموعه بأبي وأمي على خده. علي الأكبر فهم الموضوع، ولذلك انطلق من دون أن يكلم الحسين عليه السلام أو أن يتكلم معه، ظل يقاتل. الحسين صعد على مرتفع من الأرض ليلى، بناء على الرواية التي تقول في حضورها في كربلاء، جلست داخل الخيمة وظلت تنظر إلى وجه الحسين وهو يتهلل فرحا، وهي أيضا مرتاحة الخاطر. ساعة تغير وجه الحسين، انخطف لونه. أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. ماذا أصنع؟ ادخلي إلى الخيمة أيتها النساء، أيتها الأمهات، ادعوا لأبنائكم الأسارى المعاناة المرضى حتى يقضي لهم الله عز وجل بالفرج. دخلت المرأة: إلهي، بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، وطبيت الخيمة الغريبة وتوسل الحسين بالحسين، وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، ليعقوب ومسجد نحيبة، أريد أن علي سالم تجيبة. أغمي عليها: قتل علي بكر بن غانم، وجاء برأسه إلى الحسين، أبا هل من جائزة؟ صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، ماذا تريد من الجواهر؟ يا بويا شربة مية لجبدي أتقوى، وارد للميدان وحدي يا بويا
سمع الحسين كلامه يطلب الماء صرخ بأعلى صوته وغوثاه. وغوثاه إلى الله المشتكى. يعني شبيدي عليك إني أنا ما أقدر أسوي لك شيء، لازم أستغيث بالله عز وجل، أشتكي إلى الله عز وجل. ما قدر يقضي حاجته الحسين، عز عليك أبا عبد الله، هواية صعبة والله هواية صعبة. أنت ابنك يجي يطلب منك حاجة ومع ذلك ترد ما تلبيها إليه. بني علي ادخل إلى أمك، هي في داخل الخيمة، الله الله أيها الشباب أيتها الشابات، الله الله في الأمهات، هذه رحمة من الله بين أيديكم. دخل إلى أمه وجدها مغمى عليها، وضع رأسها في حجره، الله أكبر أي بر هذا، نضح وجهها بدموع عينيه تألما لحالها. امرأة غريبة ثقافية ما قويها أحد، لذلك تحتاج إلى مثل الحنان وهالعطف والشفقة. لذلك لما سالت دموع علي على وجهها التفتت، وإذا بها ترى وجه علي الأكبر عجيب، أنا في يقظة أو من علي هذا؟ قال لها بلى أنا علي. أليف مرحبا، أليف مرحبا، أو يا حي هالقبار من جايتني سالم يا خيال. قامت إليه اعتنقت، قالت بني امشي أمامي وتخطى بين يدي، أريد أشوف طولك وأتودع منك بعد. مشى أمامها قليلا ثم خرج إلى الميدان، أرادت أن تتعرف على أحواله، جلست مجلسها داخل الخيمة تريد أن ترى الحسين يصعد على ذلك المرتفع من الأرض، لكن الحسين نزل وظل يعاين داخل المخيم. ما يقدر الحسين ينظر الآن، يدري الآن راح تحتوشه السيوف، يقدر يطالع هذا المنظر؟ ما يقدر، يريد يغيب ناظره، لكن مع ذلك ما غاب عن المشهد. ما هي إلا ساعة وإذا بعلي الأكبر ينادي: أخ أبا، يا أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأس الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وهوى علي مقطعا إربا إربا، أيوا علي. جاء الحسين وقف على مصرعه. ايش قال الحسين؟ شوف الدهشة، شوف الاندهاش، بني علي قتلوك، ذبحوك يا علي وانت ابن رسول الله، انت ابن الحسين، بني قتلوك. ما اجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول، بني على الدنيا بعدك العفا. وجلس عنده، تمدد الى جانبه، انا وانت النوح ويا الحسين، من قطع وصالك بسيفه يا علي. عقبك على الدنيا العفا وفرقاك شيء يا ابني اكبر يا نور العين، يا معفر الخير. بعض أربع سير يقولون خشيت زينب على أن يذهب الوالد بعد الولد، يموت على جسد الولد. الآن الولد راح، أكو حاجة إلى الوالد ليموت على جانبه، ماذا تصنع زينب؟ شبكت عشرها على رأسه.
وخرجت من الخيمات منادية وولدها وعليا. لما سمعها الحسين قام من ذلك المكان يكفكف دموعه بكمه: يا ابني شد قول لعمتك لو سايلت عا وليل العزيزة ترتجي ما أيست من أكبر يا أكبر يا نور العين يا معفر الخد. أبو بني هل لك عودة حتى أقول مسافر؟ اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد.